مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء حارة سجلناها خلال نهار اليوم على كل أرجاء الوطن. خلال يوم الغد ستعرف بعض التراجع ولو ستبقى يعني مرتفعة. بالنسبة للمناطق الشمالية، إذن خلال الصبيحة بعد انقشاع الضباب الأجواء ستكون مشمسة على المناطق الغربية، مغشت جزئيا نحو المناطق الوسطى والشرقية، أجواء مشمسة تماما أيضا على شمال الصحراء، الجنوب الشرقي الغربي ووسط الصحراء، وتبقى رعدية على أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار وتاسيلي مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية المحلية. تطاير الرمال أيضا سيميز مناطق وسط الصحراء والجنوب الشرقي من جراء هبوب رياح معتدلة. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 14 إلى 18 درجة على أغلب المناطق الشمالية، لتصل لغاية 20 درجة على مقياس بتيزي وزو، 22 درجة بغردايا وإليزي، 24 درجة بتندوف، 27 درجة بوسط الصحراء، وأخيرا 29 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستعرف بعض التراجع مقارنة بنهار اليوم على السواحل، ستتراوح ما بين 28 إلى غاية 30 درجة على كل من عنابة العاصمة ووهران، نفس المقياس تقريبا بتلمسان، ترتفع إلى غاية 32 درجة بجلفة والبيض، 35 درجة إذن أجواء حارة بقسنطينة، وترتفع إلى غاية 39 درجة على مقياس بعين دفلة بشلف معسكر، تقريبا نفس المقياس بقالما شرقا، 39 درجة أيضا جنوبا ببشار وبسكرة، 40 درجة بغردية كذلك بإليزي، 44 درجة بأقصى الجنوب، و46 هذه المرة ستكون كعلى مقياس بأضرار وعين صالح. البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا وغربا وتكون معتدلة بسواحل الوسطى، تأتينا شرقية تماما على السواحل التي تقع بشرق العاصمة ومن غربية إلى جنوبية غربية على السواحل التي تقع بغرب العاصمة. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و51 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة، تقبل الله صيامكم وصح فطوركم.